شكرا غالي ابراهيم. انه انت كنت بعيده، انت كنت بعيده، انت كنت حدا شخصيته بتحمي حالك يعني من الاشخاص. تفهم هذا الشيء، بعرف هذا النوع من البنات. والله البنات ايه لا شو، انا عندي اخوه بنات وبعرف كيف لازم تتصرف بنتك، المال تكون محترمه وتكون مش لازم تتصرف هي هيك، تتصرف هي طبيعتها. عم خبرك ما بعتقد انه مسحش مره حيضايقك، لانه انا ما بتق المزح، بعرف كيف مربيه، بعرف قديش ما ايه. دي حاجة فيك حلوة انك بتعرف حدودك كويس. الله معاك. شكرا. ليه تعلمينا على حدودي؟ يلا. لا يعني انت تمشي يعني منك يا ما هايدي. والله بجد يعني حاجة حلوة فيك انك تبقى في مجتمع ممكن يبقى أوكي. عادي بس عظيم. انت يعني طيب خبريني شو المجتمع بشع فيك؟ أسرتك وأصحابك. بشع فيك مش معايا بصراحة، بس بشوفه مع أصحابي. مين يعني؟ انك ثقيل فعلا شوية. كتير. يعني ثقيل يعني رخم مصري. لا ليك يعني لا هزارك ممكن يبقى ثقيل شوي. الإنسان اللي بيعطيكي مجال للآخر هو إنسان متقبل المزح إيه ولا لا؟ صح عظيم. صح إنسان اللي بيضحكك. أنا قلت لك مش معايا يعني. لا لا لا. أنا لحد دلوقتي ما شفتش منك يعني مش ولا حاجة غلط، أنا حتى مش متوقع أي حاجة. الإنسان بس يضحكك للآخر يعني هو حدا متقبل للآخر إيه ولا لا؟ صح عظيم. يعني حدا بعد ما مش متوقع الحل. ما بتحكمي لي برسم علي. تعال شوي قول لنا حاجه وحشه في كل حد. حاجه وحشه في حاجه وحشه فيك. احلى 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 لحظات حياتي هيدي. خرب بيتي بيك. تخيل بقى علي يلا. اكثر شيء حبيته فيك، اكثر شيء حبيته فيك انه بعدت عن العصبيه كثير، وحاولت انه تغير من نفسك كثير. اكثر شيء حبيته وكذا انتبه لانه عبيل اخبط حدا. انا كيف بدي كذا صار لك ايجابيه يعني انعكست ايجابيه لك، صرت فاني بوي. بتعرف الشيء اللي خاف عليك منه انه تنسى حالك كثير، وما يعني بتشوف نفسك انه هذا انا وهذا صوتي وبشتغل على قد صوتي. فهمت يعني انه ما بتتقدم. أنا لا بالعكس، أنا إنسان هذا أقول لك اللي أنا خايف عليك منه. أنا إنسان قابل كتير للتطور. لا شوف أقول لك شيء، أنا لاحظت في الفترة الأخيرة أنت أوكي قابل للتطور وكذا، بس حسيتك مستهتر. هايدي أنت شيء وحلو فيك إنه أنت إنسانة ولا بالخليج ولا حاول افهم انه بتخلي حد ينبسط على حساب نفسك. اذا انت مش عامل منيح بالبرايم اوكي شايفتيني مبسوط قد الدنيا، انا بتجي انت بتنبسط هيك قصده لانه انا مبسوط بتنبسط بتشارك، مش بتحسي انك زعلان لاني جرديك. بالضبط. هيدا مش شيء سيء، بالعكس هيدا شيء كثير حلو. هيدا هو كثير حلو، بس هيدا صفه نادره بالانسان كثير، ما بتلاقيها بحدا قليل يعني. بس حلو انه مثلا بين شعوري يعني تجاه واحد يعني مثلا انا زعلان منك ممكن اقول لك انه زعلان